أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عصر الإمام الحسين كان الإسلام في مواجهة الإسلام، كان الذين قاتلوا وقتلوا من الطرفين يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله. فما الذي ميز الحسين عن أعدائه؟ الذي ميز الحسين أنه كان صادقا في إسلامه، كان إسلامه إسلام الإيمان بالله، وكان إسلام أعدائه إسلام الإيمان بالطاغوت. وربنا عز وجل أمرنا بأن نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذا هو المطلوب منا اليوم، أن نكون مع الحق وأن نكون ضد الباطل. إسلام بني أمية كان إسلام الزيف، وإسلام الحسين كان إسلام الحقيقة. بنو أمية دخلوا في الإسلام نفاقا، حاولوا أن يقضوا على رسول الله وعلى رسالته، وأن يستأصلوا الشأفة من هذه الرسالة. وحينما عجزوا عن ذلك ونصر الله عبده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخلوا في الإسلام نفاقا وتحولوا إلى جزء من المسلمين. في السابق في عهد أبي سفيان كان شعارهم أعلوه بل في مقابل الله أكبر، لكن بعد دخولهم في الإسلام غيروا الشعار، فما يضيرهم إذا كان الشعار يؤدي بهم إلى ما يرغبون، يعطيهم السلطة ويعطيهم المال ويعطيهم كل شيء. وحينما استطاعوا من رقاب المسلمين أرادوا أن يستأصلوا شأفة الإسلام من جديد، ولكن بأسلوبين. الأول القضاء على أهل بيت رسول الله الذين كانوا يحملون الإسلام الحقيقي، والأمر الثاني تحويل الإسلام من لبابه إلى قشوره، أي إفراغ الإسلام من اللباب والاكتفاء بالقشور. ولذلك صلاة الحسين كانت هي الصلاة الحقيقية، ونقول في زيارته أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر حتى أتاك اليقين، واليقين هو الموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.